كل الترحيب بأبنائنا الأبطال، بالعوائل الكريمة، بالسيد مدير المركز والسيدات أعضاء المركز. وحقيقة هذا اليوم هو اليوم الأول في عام 2024 عندما نفتتح الدوام الرسمي باستقبال هذه الوجوه الحلوة والمتفوقة. فإن شاء الله هذا يكون عام تفاؤل وخير وبركة. نسأل الله أن يديم على شعبنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية والازدهار. حقيقة فوز أبنائنا الأعزاء بالمراكز الأولى في مسابقة الحساب الذهني العالمية في الهند وفي عواصم أخرى يحصدون المراكز الأولى، هذا بالتأكيد هو مبعث فخر واعتزاز لنا كعراقيين جميعا بهذا التفوق. وهنا نهنئ العوائل الكريمة ونشكرهم على حسن التربية والتعب والسهر وهذا الجهد اللي أوصلنا إلى قطف الثمار في تبوء أبنائهم أبنائنا الأعزاء هذه المراكز في المسابقات العالمية. والشكر الجزيل للمؤسسة، هذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها هذا العنوان في تنمية المواهب والمبدعين، وخطت لنفسها هذا البرنامج بجهود ذاتية في كشف المواهب، في كشف المبدعين اللي هم إن شاء الله يكونون مستقبلاً مبدعين وعلماء في مختلف المجالات، أن تحتضنهم طيلة السنوات الماضية، تقدم لهم هذا التدريب والرعاية والاهتمام وصقل هذه الموهبة وتقدمها بهذا المنجز الذي تحقق، فهذا بالتأكيد جهد يستحق عليه الشكر والثناء منا كحكومة، ويحتم علينا أيضا أن نوفر لكم كل أسباب الدعم والمساعدة لنجاح وديمومة هذا المركز. الثروة الحقيقية هي في رأس المال البشري، ثروتنا الحقيقية الحمد لله عندنا نفط وعندنا أنهار وعندنا مقومات الزراعة والصناعة، لكن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالثروة الموارد البشرية، هذه العقليات المبدعة الموهوبة المتميزة هي الرصيد الحقيقي وهي الرهان اللي احنا كحكومة نراهن عليه في رسم مستقبل العراق والنهوض في كل المجالات. هذا هو رصيدنا الحقيقي، وهذا هو اللي يدفعنا نفتخر بهذه الوجوه الخيرة. رغم ملاحظاتنا على أداء المدارس وما تحتاجه في إعادة النظر بالمناهج اللي هي تم إعادة النظر فيها، لكن تحتاج إلى المزيد من التحديث. هذه المناهج هي معتمدة من اليونسكو، لكن اليوم احنا نشهد حالة من التطور المتسارع. نقول رغم أداء المدارس وملاحظاتنا لكنه قاعد تحتضن هذه المواهب وتساعد في تنميتها وتقدم لنا هذه النخبة من الأبطال في هذا التفوق والذكاء الخارق، وإن شاء الله يدخلون مدارس المتميزين والموهوبين وصولاً إلى التخصصات الجامعية ويكونون خير عون لبناء بلدهم، بلدنا اللي كنا نحبه ونعتز به ونفتخر به، بلدنا اللي دفعكم أنه ترفعون العلم العراقي
وهذه فد إشارة يعني حقيقة، يعني تعبر عن مستوى عالي من الغيرة الوطنية اللي تعزز الهوية الوطنية اللي نحتز بها كنا. احنا ما نقول أطفال، انتم عندكم روح شبابية، لكن بهذه المستويات العمرية وتشوفه فرحان ويرفع العلم العراقي ويقفز هنا وهناك، هذا هو دائما اللي نقول عليه قوتنا، بهذا الحس الوطني، بهذا الشعور، بهذا الاعتزاز بوطننا الحبيب العراق. واجبنا لا يقتصر فقط على الثناء والشكر والتكريم أبدا، وإنما يستمر في الدعم واحتضان هذه المواهب. وإحنا منفتحين على كل المقترحات اللي من شأنها تطور هذه المراكز وتديم عملها بالشكل اللي نستثمر هذه الإمكانيات، مثل ما ذكرت في النهوض بواقع البلد، والذي يشهد ولله الحمد رؤية واضحة وخطط وبرامج وسياسات في كل المفاصل اللي تمكننا من النهوض بواقع بلدنا بالشكل اللي نتأمله ونطمح له. كلنا نريد بلدنا متطور في كل المجالات، وهذا ممكن إن شاء الله وقابل للتحقيق بوجود الخيرين أمثالكم. بكل التقدير للعوائل للمركز وجهوده، وبالتأكيد الشكر الجزيل للأبطال الذين رفعوا اسم العراق عاليا في المسابقات العالمية.